الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في الصدق. اجتمع الأولاد ليلعبوا بالكرة، وفي أثناء اللعب رمى خالد الكرة فكسرت زجاج نافذة الجيران. خاف الأولاد وهربوا إلا خالدا بقي واقفا مكانه. خرج صاحب المنزل غاضبا متوعدا، وقف أمام خالد وسأله: من كسر زجاج النافذة؟ خالد: أنا كسرته، فقد رميت الكرة عاليا فكسرت الزجاجة دون قصد مني. صاحب المنزل: أنت كسرته وتعترف بذلك؟ خالد: نعم يا عم، لقد علمني أبي أن أقول الصدق دائما، فالرسول صلى الله عليه وسلم قدوتي في الصدق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ابتسم الرجل وقال: لقد عفوت عنك لصدقك يا بني، بارك الله فيك.